أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم الشجر الأخضر
بقادر على بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم بلى فسبحان الذي بيده ملكوت
بسم الله تعرف في وجوههم
ووجدك ضالا
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم جزاك الله.